نصل إلى أحمد الشمباري أيضا يحدثنا من قطاع غزة. أهلا وسهلا بك أحمد. أهلا بك. بداية نترحم على الشهداء ونتمنى السلامة لكافة المصابين. ولو تحدثنا عن صورة الأوضاع خلال الثلاث أيام الماضية، كيف كانت وما هي اليوم الصورة وكيف يرى الناس هذا الاتفاق؟ نعم، يعني يمكن القول الآن بأنه عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد ثلاث أيام من التصعيد المستمر، وهذا هو الصباح الأول الذي يمكن أن نقول بأن الحياة عادت فيه إلى جزء من طبيعتها، حيث بدأ المواطنون في صباح هذا اليوم بالخروج وتفقد الأقارب الأصدقاء الإطمئنان على ما حدث معهم خلال أيام العدوان، وذلك بعد أن دخل وقت إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 من مساء يوم أمس ونجاح الجهود المصرية. طبعا هنا في محافظة شمال غزة التي تضم كل من بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا، كان لها نصيب كبير من هجمات جيش الاحتلال. بدأ هذا الهجوم بقصف لمجموعة من المواطنين في مدينة بيت حانون عصر السبت، والتي ارتقى من خلالها الشهيد نور الزويدي وأصيب مواطن آخر، بالإضافة إلى استهداف لعدد من المنازل. طبعا في ساعات المساء مساء يوم السبت كما أسلفنا خلال تغطيات سابقة، كانت الأنظار تتجه إلى مخيم جباليا، حيث ارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 5 شهداء وعدد من الإصابات. وفي مساء الأحد تعرضت أحد الأحياء في مدينة بيت حانون إلى استهداف صاروخ أودى بحياة الطفلة فاطمة عبيد وعدد من الأطفال، بالإضافة إلى دمار هائل في منطقة أو في شارع الشهيد باسل نعيم وسط مدينة بيت حانون. طبعا أيضا بعض اللحظات ارتكب الاحتلال مجزرة مخيم جباليا في منطقة الفلوجة، حيث سقط خلالها 5 شهداء معظمهم من الأطفال الذين كانوا يلعبون في داخل مقبرة الفلوجة. لا أغلب الضحايا الذين سقطوا يحملون قصص حزينة، كمثال الشهيد خليل أبو حماد الذي لم يكمل عامه 19 والذي جاء لأهله كبشرة بعد سنوات طويلة من الانتظار، وكان حلم والديه أن يفرحوا به، لكن القدر في غزة غالب حيث ارتقى شهيدا. وأيضا هناك قصة الشقيقان الطفلان أحمد محمد النيرب ومؤمن النيرب، بالإضافة إلى المواطنة نعمة أبو قايدة وهي أم لعريس كانت ذاهبة في سيارة ابنها لإحضار عروسته بدون أي مراسم للفرح احتراما لدماء الشهداء، وفي طريقها استهدف الاحتلال السيارة وأصبحت من أم عريس إلى شهيدة، وتحول تحول الفرح إلى بيت عزاء، وأيضا المهنئين إلى معزين. طبعا هذه المواطنة كانت قد اتفقت مع أهل العروس إلى أن يبدأ الحفل بدون أي مظاهر من مظاهر الفرح التي نعرفها هنا في قطاع غزة. هذا فيما يخص الحالة التي حدثت خلال 3 أيام. أما رد المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال، كانت الرشقات الصاروخية تخرج بين الحين والآخر، لكن زخم وحجم هذه الرشقات كانت بعد دفن الشهيد والقائد خالد منصور، حيث استهدفت هذه الرشقات مدينة تل أبيب وغلاف غزة بشكل كبير. أيضا ألا قد يشهد قطاع غزة في هذه الفترة ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة، وهذا بحاجة إلى مزيد من ساعات وصل الكهرباء، لكن التصعيد العسكري زاد من تأزم الوضع بعد أن توقفت محطة توليد الطاقة عن العمل وتقلص ساعات الوصل إلى 4 ساعات في أحسن الظروف. نعم، ونحن نتحدث عن أيضا ربما بيوت مهدمة وربما ضحايا لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض. نعم بالضبط، ساعات الوصل وتقلص ساعات الوصل أثر بشكل كبير على الحالة الإنسانية، هناك أطفال مرضى، هناك بيوت لا تحتمل هذه الدرجة، درجات الحرارة العالية. فيما يخص حجم الخسائر لنتائج العدوان، فإن آخر تحديث يشير إلى تدمير 9 بنايات سكنية وإلحاق الأضرار بقرابة 1500 وحدة سكنية، منها 16 وحدة تدمرت كليا و 71 باتت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى الكثير من الوحدات التي أصيبت بإصابة ما بين بليغة ومتوسطة. هذا مجمل الأحداث في محافظة الشمال هنا. نعم، ربما أنت أيضا أحمد عاصرت أكثر من عدوان، ومن ضمنها بلا شك ما كان مؤخرا في معركة سيف القدس، ولكن لو تحدثنا عن فترة التعافي ما بعد العدوان، هل يكون التعافي سهلا؟ هل يكون التعافي ممكنا أو سريعا؟ وكيف تتم هذه العملية لكونك مطلع عليها؟
هو ممكن وليس مستحيلا، ولكن يأخذ بعض الوقت من خلال مرور يوم يومين ثلاثة. مظاهر العدوان بدأت تتلاشى من خلال اختفاء مظاهر الأجواء، يعني أصبحت خالية من طيران الحربي، لا يوجد طائرات استطلاع، وهذه الطائرات التي تغص قلوب المواطنين في قطاع غزة على مدار ثلاث أيام متواصلة، ولهذا الصوت بالتحديد معنى كبير لدى المواطنين هنا في قطاع غزة، ودائما ما يكون مرتبط بالتصعيد أو بالجولات العسكرية. أيضا الناس هنا في قطاع غزة وخاصة في محافظة الشمال بدأوا كما أسلفت بالخروج والتبضع والإطمئنان على أقاربهم، ربما هذه الأجواء تعيد لهم جزء من الحياة التي فقدوها خلال هذه الأيام الثلاثة. نعم، بخصوص الإصابات التي ربما تعد اليوم بالمئات داخل المشافي، هل لديك أي أرقام أو حتى اطلاع على الوضع الصحي للمصابين، خاصة إذا ما كان هناك إصابات خطيرة؟ يعني الإصابات غالبا ما نأخذ معلوماتها من مصدر من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي آخر تحديث لها كان 44 شهيدا من بينهم 15 طفل وأربع سيدات، 360 إصابة بجراح مختلفة، هذا هو آخر تحديث من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. نعم، إذن نتمنى لكم السلامة دائما. الزميل الصحفي من قطاع غزة أحمد الشنباري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.